حليات جيبو جيبير نكتب لعلالي لما ركتيش هيك بغيتي نفهم دابا هذا اللي كيديروا بحال هاد التشالنج هذا واش ما عندهمش والدين ما عندهم خوت دابا والدي ولا خوتي الا شافوا هذا الفيديو هذا اش بيقولوا عليها قول لي كون كانوا عندها الوالدين والخوت كاع ما تديروا بحال هكا. السلام عليكم الخوت كيدايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم عاطيني فيديو جديد. هادي مالها هادي ترى بنادم فركة لا صحيح في الليلة البارح فاش مشيت عند بوكريشة الكوميسارية قال لي واحد السر خطير خطير قال لي واحد السر خطير قال لي ما نقدرش نقول لكم طلعوا لي الله ونقول لكم البارح مشيت نشوف بوكريشة في الحبس في الكوميسارية قال لي غنقول لك اهويا واحد السر ولكن ما تقولي حتى واحد قلت لي غير قول سر كبير قال لي انا راني داير قناة قلت له راه عارفين كدي قناة قال لي يا سعاد تهمتني بزين المحارم تهمتني انني كنعس مع بنتي قلت لي ويلي قال لي قلت لي راه باينه فك الديره سقطت لا ما شفتش الله تهمت مع بنته كيف هاد الزمان راه الاغلبيه تيخرجوا يشوفوا في تيفي تيقول لك باك واني صراحة خصني نشط شوية طالع لي خرا وحاقدة على بو زبال. أحسن حاجة ملي قلتي لي سرك كبير سرك كبير نيت مشى كبير مي مشى ليا شي فغوم فغوم شوية شوية اش من فغوم فغوم عاود لهم عاود لهم شحال بشحال بشحال بلاتي بشحال لقاو السيد غادي 160 160 180 180 296 الله يا خويا الله À quel moment, à un moment donné, tu te dis je vais rouler à 296 Alors déjà, premièrement, c'est pas un exemple. Je sais pas si j'ai mis un arbre, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais tu connais, j'ai mis trop la vitesse, tu vois. Ouais. Ou quand je suis donné tout, je lui ai dit tu veux faire décoller l'avion RSS, ça s'arrive. RSS, ça. RSS. En plus, RSS ABT. ABT. Programmé. ABT. Donc, tu sais, on a dit que c'était un meeting. Ah ouais. On a dit que c'était un meeting. En France, du coup, il a le permis directement. ترى ماشي خاصهم يحيدوا لك البيرمي خاصهم يصيفطوك للحبس اصاحبي انت من وراه بنادم تيمشي ب 8 ولا تيطلب السلامه غير هذا راه بينطحر هذا ولدي ما راضيش عليا وباغيني ندير الحجاب ونعتزل هو ما راضيش عليا ولكن انا راضيه عليه راضيه عليه مرتي داكشي اللي اتجه ليه سعداته وكنتمنى من الله حتى انا نعتزل ان شاء الله واحد الوقت قريبا وكنقول لك زعما اللي سولني تنقول يا ربي يعطيني البديل ونجلس ونعتزل ونشد الارض لكن دابا هاد الوقت ما عندي كي ندير وولدي ما كيقول لهمش صراحه ماما خصها تعتزل لا الناس اللي كيقولوا ليه ماماك علاش ما اعتزلاش علاش هضر عليها هي كلشي تيقول لهم هذيك الوالده ديالو كنطلب الله الله يهديها الله يهدينا بحال حنا ما عرفتش كنديروا شي حاجه ولكن حنا كنديروا خدمتنا اللي اللي كبرنا بها اللي كبرنا بها وكبر بها حتى هو وكبر بها ناس اخرين اللي هما في هاد المهنه والصراحه عنده الحق في الهضره اللي قال لها ما كانش دلعي انما انت خصك يكون راجل ويقوم بمو ويقوم بخوتو الصغار Thank you.
هذه هي الحياة. وتيبقى الشيباني والشيبانية صراحة يقول لك دار البنات خالية. أخ نوش خايف على مرته من أبو زعيطر ما خلاهاش ترقص مسكينة. كيرك خمسة بزاف ممتين ما يقدوش عليها واعره فاطمه، ولكن ما فهمتش علاش ما فهمتش. وكانت كتقدم هذيك لاله العروسه كانت غاده مزيان، ولكن لاله العروسه ما طاح ليها زي ما نقدرش نهضر. الا جيت نهضر راه مشكله. تبارك الله داك الشيء غادي في الطريقه ديالها يعني تبارك الله ما عندي ما نقول. والله يخلي لها وليداتها والله يخلي لها راجل. هو الصراحة فاش كانت فاطمة خير كتقدم هذاك البرنامج ديال لالا العروسة كان التقديم ديالها في المستوى ماشي بحال هاد بوطازونت هادي اللي كيقول لي رجاء واش نتي مشيتي لذاك المقام زعما وكديري الفتنة. راه هادي فتنة عادية زعما ماشي ما فيهاش مشاكل كبار. واش انا غادي نوض دابا مثلا نقول انه احنا دايرين جروب في الواتساب ما فيهش راجل مريم، ولا غادي نقول مثلا امير تهضر ورا مريم، ولا غادي نقول مثلا مريم كتهضر معايا على عمر، ولا غنوض نقول مثلا انا ومعاد غادي لواحد البلاصه وما قايلين صافي قلتي كلشي هزكتي صافي يلا عقتي زعما راه ما كنبغيش نجبد الصداع وحق الله ما كنبغيش نجبد الصداع صافي بغيت ايفون هما بغيت ايفون هو حسن شري ولدو ايفون انت واش انت جربنا خالتي زود مشات لبنتها ايفون انا ما نشريليش ايفون هما ابل ايفون فول شو الفول هما ضحك عليا انا اللي فين تسبحها معضوضه تليفون فين تسبحها معضوضه هادي الشريمي هادي هادي زوج اليوم شكون هو الله هبط غمض عينيك والله يسلمك على راسك حدا الناس هاهما اللي داير الفيديو هاهو با مهلي فيا قول والله هادي هادي اللي بحال داكشي تاع امريكا قول والله الله يخليك ليا با والله زعما واش غادي نقول لك زعما قول لك قول الله الا واش راك تضحك عليا الله يخليك ليا با زعما والله ما انا نتي واش بغيت نقول جاني تفاحه مضغوط لا لا شفتي عرف باين السلطه ولا تيعرف صافي ربات وعلى اكثر منه مصبيطه تما فماكا كنتلاقى مع الناس كيبكيو كيقولوا لي ما يمكنش ما يمكنش صوفيا تخلينا وتخلي اليوتيوب ما يمكنش هي القدره ديالنا وهي كتعطينا طاقه ايجابيه والله جميع الناس ما كتلقى مع الناس لا ما يسكتي والله الا كتقولوا لي انا فهمتي ما زويناش عرفتي دابا خارجه كندير في الرياضه عرفتي نقلزه عينيهم خارجه فيا كلهم وما يلاتهم وكيشوفوا فيا والله الا وحده تخاصمت مع راجلها حيت شاف فيا كل ما كنشوف راسي هكا كل ما كنبدا مقتنع براسي ضعيفه بالنسبه للعرب والمغاربه اما بالنسبه لاوروبا ونقلزه هي واعره واعره يعني واعره ويا خويا تيقى في نفسها واحد الثقه راه ما عرفتش يا خويا منين جابتها راه ماشي اي واحد شاف فيك راه معجب بك راه كاين اللي كيكون متعجب يعني تيتعجب لهداك الشيء اللي كديري صاطه باغيا ايفون يا عيني يا عيني وانا معشي بالطول باش يمرحميني عندك الفلوس راح تبغيك مونه وفردوس كنتي بوكوت هذيك مقضيت كلامك مسوس صاطه باغيا ايفون يا عيني يا عيني وانا معشي بالطول ما فيش مرحبين برافو عليك خويا ما عندي ما نقول تبارك الله عليك
والله ما عرفت انا واش دري ولا بنت وحق الله. هنا نكون الخطوصنا لخرت الفيديو الى كنتم الافضل وبقيتو حتى لهاد الدقيقه هادي، ما تنساوش تخليو ليا شي لايك للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل مع الجرس باش الى كان شي حاجه جديده توصلك حتى الاول، وما تنساوش الخط تفعلوا مع الفيديو وخليو ليا التعليق الزوينه ديالكم، كتب اي حاجه بغيتي، المهم هو خلي ليا التعليق وتهلاو في راسكم الخط. تلاقوا ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.